سانجو؟ بنكوري، حابب تكسر رقم قياسي؟ ده قال لي 99 مرة، معقول أنت؟ شو هالجنان هاد؟ ما عندك شي تاني تعمله؟ أكيد، عندي شي تاني. شوفي، أنا ما عم أفهم شو كاتبين بهالكتاب هاد أبداً، بس إذا أنت تقبلي تشرحي لي إياه أكيد رح أستوعبه منك. ما عندي وقت أعطيك دروس ولا حتى بدي درسك. أنا دكتورة، ما عندي لا وقت ولا صبر حتى ضيعه معك. أوهو، فيني أفهم شو قصدك؟ أنا بحبك وعم أعمل هيك كرمالك. يا ريت تفهميني، أنا هي المادة الوحيدة البقيانة عندي هاي السنة، ورح جيب فيها علامات عالية. كوني واثقة من هالشي بانكوري، وبكرة بتشوفي كيف. وهالشي بس كرمالك. أنا بدي إياكي. عن جد؟ بدك ياني؟ قلي كيف؟ ما عندك مبادئ أنت؟ صار لك ما بعرف قديش لاحقني، بتضل عم تدقلي كل الوقت وكأنه ما عندك شي تاني تعمله. أنت في براسك عقل؟ تصرفاتك ما فيها وعي، وكمان فاشل بدراستك وعايش كل عمرك على حساب أبوك، وفوق كل هاد بدك تتزوجني؟ مستحيل هالشي، ما في بنت بالعالم ترضى تتزوجك. باكوري، بس انتبهي لكلامك، مفهوم؟ سانجو، لا تفكر مجرد تفكير. أنا ما بخاف منك، أنت بتحبني كتير مو هيك؟ معناها اشتغل شي شغلة بتنفعك، يمكن وقت أحس إنك عن جد صادق بحبك إلي وأفهمك. ماشي؟ منيح انك رجعتي، بدي احكي معك بموضوع مهم. بعرف شفت المكالمات بس كنت مشغوله كثير اليوم، احكي لي شو القصه. شوفي بانكوري، بغض النظر اذا حدا فهمني او لا، بس انت بتعرفي انه انا وراهول كنا. بانكوري، انا اكبر غلطه غلطتها بحياتي لما وثقت فيه لهداك اللي اسمه راهول، وحاسة إنه هالطفل هلأ صار عقوبة كبيرة على هذا الغلط. ما بدي أقضي حياتي عم عاني كرمال هي الغلطة اللي غلطتها بالماضي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.